قناص العامري مع شاهين هنا المنطلق على سادس المراكز وفي المركز السابع. المركز السابع وياتينا هنا هذه التحديات الجميلة والإثارة. وصل شاهين حمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، وهنا يأتي شاهين حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي، وتاسع مراكزنا. نتأخر ونأخذ المركز التاسع. هذه الانطلاقة الجميلة والإثارة مشاهدينا الكرام. مياس هنا ياتينا للسيد مطر بن مهير بن محمد بصوب الاكتبي على المركز التاسع وعاشر مراكزنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نقف التحديات وبالإثارة في هذه الانطلاقات الجميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المنطلق نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه التحديات الجميلة. وظبيان المنطلق على الصدارة، ظبيان على المقدمة وعلى المركز الأول. عبد الله بن راشد بن صرود المنصوري هو على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني ملبياتي على المركز الثاني بشعار الجنرال هنا لسيد منصور بن أحمد بن كراز المهيري، والمركز الثالث الحذر لناصر بن سيف بن هلال العليلي، وعلى المركز الرابع شاهين العليبي السعودي الاكتبي من ينطلق على المركز الرابع في هذه الرباعية الجميلة. وخامس مراكزنا هنا الوصول في هذه اللحظات من شاهين حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي من ياتي على المركز الخامس. اما سادس المراكز هنا في هذه التحديات الجميلة والإثارة، وشاهين لأحمد بن الحزمي بن قناص العامري، وشاهين القادم لحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري من ينطلق هنا السابعة وثامن المراكز. طغان محمد بن خميس الشدي المنصوري من يأتينا على المركز الثامن. أي الثمانية المراكز الأولى المنطلقة بالتحديات وبالإثارة. أما المركز التاسع المركز التاسع والوصول في هذه اللحظات هنا على المركز التاسع، وياتينا امداوي لسالم بن حمد بن محمد ضابط الدو هنا ايضا المزروعي من ينطلق في هذه اللحظات الجميلة على المركز التاسع وعاشر المراكز. مياس المطر بن مهير بصوب الاكتبي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى واسامي الف المراكز العشرة الاولى ايضا تتواجد بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. ولكن نعود مشاهدينا الكرام، نعود الى الصدارة، نعود الى المقدمة والى ظبيان المسيطر على زمام الامور، المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. ظبيان عبد الله بن راشد بن صرود المنصوري هو المسيطر هنا مع ظبيان واشواط الانتاج والمنتجين، ياتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول، يسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة. المركز الثاني ياتي ملبي في المركز الثاني، ملبي لسيد منصور بن احمد بن كراز المهيري من ياتينا على المركز الثاني والمركز الثالث.
المركز الثالث والمتسلل من الجانب الآخر. هناك شاهين حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي والحذر على المركز الرابع لناصر بن سيف بن هلال العليلي المنطلق على المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس شاهين لعلي بالسعودي لجتبي هنا على خامس المراكز هذه الخماسية الجميلة والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هناك بن قناص قادم مع شاهين احمد بن الحزمي بن قناص العامري وشاهين اخر لحمد بن عبيد بالحلوس العامري. هناك من ينطلق على المركز السابع. هاي السبع المراكز الاولى. مداوي قادم في المركز الثامن. مداوي قادم هناك ايضا في المركز الثامن في هذه الانطلاقة لسالم بن حمد بن محمد بن ضابط. هناك ايضا المزروعي من ينطلق بهذه التحديات الجميلة. ومياس مياس مطر بن مهير بالصوب اللي اكتبي ايضا قادم التحديات الجميلة والاثارة. يا سلام الله تحدي مميز وجميل. عاشر المراكز هنا ايضا اسم قادم في هذه اللحظات هنا بياتينا في هذا الاداء المميز الجميل والتحديات والاثارة وشعار بالقرين القادم في هذه التحديات المتميزة. اوس الهود لسعيد بالعثة بالخزع العامري من اتانا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة. ها هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى. لنا عودة الى التحديات، لنا عودة الى الاثارة، لنا عودة الى ظبيان المسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة. ظبيان على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط للسيد عبد الله بن راشد بن صرود المنصوري هو المسيطر على زمام الامور هو على صدارة. لحقوا ظبيان لي مثلنا ترى بناته قاطعات الهنة. يا سلام يا سلام. هو ظبيان المسيطر على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني والمركز الثاني شاهين هنا على المركز الثاني للسيد حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي القادم من القوع هناك للمشاركة في هذه التحديات الجميلة. وياتي الحذر، الحذر لناصر بن سيف بن هلال العليلي من قدم لنا هناك ايضا في الانطلاقات الجميلة في الشوط الماضي قدم اسم مميز جميل وسلالة راهي. المركز الثالث الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع هناك بالسعودي ينطلق مع شاهين علي بالسعودي ليجتبي. وخامس المراكز هنا ابو منصور يقدم لنا ملبي لمنصور بن احمد بن كراز المهيري. هنا من ياتي بملبي على المركز الخامس. خماسيه خماسيه جميله هنا. القادمات والله القادمات احلى صاحبات انجازات قادمات. وصل شاهين اول القادمين بالعام الماضي له سجل حافل في اشواط الانتاج والمنتجين وسن الثنايا. هو شاهين القادم لحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. وياتينا هناك ايضا مياس 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 القادم بالتحديات مطر بن مهير بصوب لجتبي. يا سلام. هذه هي الاسماء المتواجدة تقريبا في هذا الاداء الجميل. نعود مشاهدينا الكرام، نعود الى الصدارة، نعود الى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. هناك شاهين العلي بالسعودي لكتبي من انطلق الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول. المركز الثاني وظبيان في المركز الثاني، ظبيان على ثاني المراكز. عبد الله بن راشد بن صرود المنصوري والحذر على المركز الثالث لناصر بن سيف بن هلال العليلي. ومياس القادم، مياس القادم بكل قوة هنا أيضا وعينا على المراكز الأولى. مياس 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 مطر بن مهير بالصوب الاكتبي. والمركز الخامس هناك ياتي شاهين لحمد بن عبيد بالحلوس من ذيبان
العامري. هذه هي النتيجة. وصل مداوي، وصل مداوي، مداوي مداوي أيضا قادم، سالم بن حمد بن محمد بضبط. هناك أيضا المزروعي والسلوم، بدأت التحديات، بدأت الإثارة. الله الله الله، ولكن هنا هنا شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة، على المركز الأول. العليب السعودي الاجتبي ومياس، مياس 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 يتسلل هنا رويدا رويدا كما عودنا دائما وأبدا بالفوز وبالناموس. مياس مياس، ولكن الحذر قادم. مياس لسيد مطر بن مهير بصوب الاجتبي، وهناك شاهين العليب السعودي الاجتبي، والحذر الناصر بسيب بن هلال العليلي وظبيان لبن صرود. ولكن هنا التحديات مع الأربع مئة متر الأخيرة. مياس والحذر، مياس والحذر، والسلوم الله، مياس والحذر، لمن الفوز، لمن الناموس. هذا الانطلاق المميز الجميل. الله الله، هنا 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 التحديات والإثارة. الحذر يتسلل، الحذر يتسلل، بيضيف النقطة الثانية، بيضيف النقطة الثانية، سلالة الحذر وانتاج وادي الصفا. ها هو تشاهدون الحذر هنا على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا لناصر بن سيف بن هلال العليلي، وسلام سلام أهالي فلي بن معلة، سلام سلام قيواني، سلام على هذا الأداء المميز. المركز الثاني مياس للسيد مطر بن مهير بالصوب الكتبي. المركز الثالث أتانا صغان لحضير بن علي بن سويدان الكتبي على المركز الثالث. والمركز الرابع شاهين، وصل رابعا هنا للسيد علي بن سعود الكتبي. خامسا سلاب الحمد بن غريب بن راشد الكتبي. وسادسا عندك هناك أيضا يا بن صرود من أتى على المركز السادس، والتوقيت الزمني ثلاثة عشر دقيقة. هنا التوقيت الزمني 28 ثانية وفاء وتماما وكمالا، والتوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام الحذر. تهانينا لناصر بن سيف بن هلال العليلي مع أشواط الانتاج والمنتجين. بينما المركز الثاني كان من نصيب مياس، قدم عرض يشكر عليه أيضا لمطر بن مهير بصوب الاجتبي. توقيت الزمن 3 دقيقة و31 ثانية، سبعا من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث وفاجأنا صغان لحضير بن علي بن سويدان الاجتبي، من أتى بثلاثة دقيقة 32 ثانية، سبعا من الأجزاء من الثانية. توقيت الزمني